بسرعه بسرعه امشي. لا كنت حطيح. اوكي هنا السيارة الشخص الواحد بعشرين. الفعالية نفس حلبة الفورمولا بس للحين ماني شايفة. والله ماشي طويل. وصلنا وصلنا البوابة أخيرا. استقبلنا البيك. يلفار دول اللي تحت. كيف نصايح؟ كثير؟ ايوه كثير حلو. بس هذه واحدة من هاي شكل المحل الكوري. الله دام اشياء بي تي اس ابو ما يكسب لا يخرج خسران. يدخل ذا المحل ويشتري له دمية ويراضي نفسه. مرة كيوت والله الدمى مرة. واو شوفوا اشكال. ما ادري اذا باين ولا لا. متى حيبدأوا؟ اوه بدأوا. مستعدين بمروحة. الجو مرة رطوبة. في أماكن استئجار دراجات. مكان مجهزين فيه له كشك فيه له موية وبيبسي وسفن حركات. يعني الواحد ما يقلق. الموية بنص بريالين هنا. كمان يبيعوا بانكر سلاش. مرة حلو. هنا المصورة حقه. يا ربي صوروا مع العنقاء. حلو يسمحوا لكم تدخلوا السكوتر تبع أطفالكم. حياك. تقدروا تستأجروا منه عربيات الأطفال والدراجات والسكوتر. لونه أسود. 6 ساعات 115. 115 اللي هو عربية الأطفال. أيوة عربية الأطفال وعربية المواليد. أيوة 115 6 ساعات. أيوة. طب اذا اقل مثلا ساعة 3 ساعات هي ثابتة. ثابت السعر. أيوة. 150. والدراجات الساعة ب 60 ال 6 ساعات 120. سكوتر تقدروا تشغلوه بابلكيشن لكم تقريبا 20 دقيقة مجاني وبعدين اعتقد الباقي هاتي سندريلي. ما ضبط المحتوى كانوا بيجننوني. على كم الاسعار يعني الرسم على الوجه؟ تكون 1 اي ب 25 عينين ب 40 حابين كريستال حيكون اضافه 5 ريال على العين. حلو الاسعار الصراحه. يعني ما عندنا اسعار خاصه بالفورهيد على حلو الجلسات هنا. مو طين. هي تسوي واحنا بس نسأل. مسجد الرحمة. وقفنا هنا عشان نصلي العشاء بعدين نروح نكمل. الممر حق المسجد افتكر هو اللي كان مرة يخوف. حتى ايوه رمموا الحاجات واسر حلو ما شاء الله. ايش دول؟ ما ادري هذي الجهة. جددوا كل حاجة الا انه مصلى الحرم لسه فوق بدرج. يعني شكله حصل لي تحت لانه معايا عربية ترزونة.
يعني هاي ما في رطوبة. والله مستغربة. رياض موزة واحنا فليفلة. طب ليه احنا فليفلة؟ ايه ده؟ في هنا فعالية بس خلاص ما فيها. يلا حتبدأ الألعاب النارية دحين. يلا والله تعاهم.